والآن إلى التاريخ. لا تزال ملابسات حرب تشرين عام 73 تثير تساؤلات المحللين والمؤرخين الإسرائيليين. سموها حرب يوم الغفران، وعلموا بخطتها عشية نشوبها فقط في أعقاب معلومة وصلت إلى الموساد بأن مصر تعتزم شن هجوم في السادس من تشرين الأول أكتوبر. ولذلك يصف الإسرائيليون أسباب هذه الانتكاسة في هذه الحرب بالإخفاق الاستراتيجي. ونشر موقع عرب 48 عن صحيفة هآرتس بعض التحليلات التي وردت في الصحيفة حول ذكرى هذه الحرب. يرى المؤرخ الإسرائيلي يوآف جيلبر أن إخفاق إسرائيل في حرب تشرين عام 73 أعمق بكثير من كونه إخفاقاً استخباراتياً، وأشار في كتاب له صدر مؤخراً بعنوان رهف أي غطرسة إلى أن أسباب الإخفاق تعود لسنوات إلى الوراء، وأن العفن كان منتشراً في الجيش الإسرائيلي بشكل خاص. وبروفيسور جيلبر هو باحث أكاديمي في تاريخ إسرائيل والصراع العربي الإسرائيلي، وبعد حرب تشرين عام 1973 عين محققاً في لجنة أجرانات التي حققت في إخفاق إسرائيل في الحرب. كانت مهمتي في اللجنة ترتيب كميات المواد الهائلة التي وصلت إلى اللجنة، شملت وثائق وبروتوكولات من مصادر مختلفة مثل مكتب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس الموساد، وقد كانت جميعها مفتوحة أمامي وفق ما نقلت جيلبر صحيفة هآرتس. وأشار جيلبر في كتابه إلى أن في حرب يوم الغفران لم يكن إخفاقا عينيا وفي وقت محدد، وإنما ثمرت تحولات استمرت سنوات، وكان في مركزها عدم إدراك تغيرات طرأت لدى الخصم وفي ظروف الجبهة. ويوجه جيلبر اللوم إلى الجيش الإسرائيلي بالأساس، وأن الإخفاق عسكري قبل أي شيء وليس استخباراتيا أو سياسيا فقط، ولم يحدث قبل الحرب بأيام وإنما في السنوات التي سبقتها. وتابع أن دراسة كهذه لم تجري وإسرائيل وجيشها بقيا مع مفهوم أمني تمت بلورته في بداية الخمسينيات. ورغم أن هذا الواقع تغير بشكل كبير في العام 67، اعتقدت إسرائيل أنها ستدير الحرب القادمة، وهي حرب يوم الغفران، كأن معقلا عند ضفة قناة السويس هو داغانيا في عام 1948. وبحسبه فأنه لم تكن لدى إسرائيل بعد عام 1967 استراتيجية ما عدا إخماد الحرائق، الرد على الضغوط، المساومة والسعي إلى كسب الوقت والحفاظ على الموجود، ولم تكن هناك إجابة على السؤال الأساسي، ما هو مستقبل المناطق المحتلة. وعلى ما يبدو حتى اليوم لا يزال هذا هو السؤال الأساسي. إلى هنا وصلنا إلى نهاية بانوراما. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير.